كتحز هكا راني سجل. الله يعمل عمرك طويل كاع. السلام عليكم الاخوان، حياكم الله، معكم اخ ديالكم علي بهريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه عند الشعب المغرب العظيم، بوليزارو اليوم كتعتقل البخاري ابراهيم السالم احمد، هو احد افراد مؤسس حركه صحراويون اجل السلام وسكرتيرها الاول الحاج احمد بارك الله. وهذا اللي تم اعتقاله اليوم هو ابن اخ كذلك ممثل بوليزارو سابقا في الامم المتحده احمد البخاري اللي كان توفى سنه 2018، وكتقول اخبار على انه توفي مسموم تم اغتياله من طرف المخابرات الجزائريه في اسبانيا بعد خلاف له مع ابراهيم غالي. عموما اليوم تم اعتقال البخاري ابراهيم سالم احمد بعد خلاف دام تقريبا اسبوعين مع عائله تندوفيه كتسكن في مخيمات تندوف، مع العلم على انه الجزائريين ما عندهمش حق نهائي يسكنوا في مخيمات تندوف. علاش؟ لانه البوليزاري والجزائر تعتبر ساكنه مخيمات تندوف لاجئين، يعني لجأوا قادمين من الصحراء الغربية المغربية اللي كيسموها بين قوسين محتلة وغازيها المغرب، وعلى أنه هاو الصحراويين هاربين وفارين بين قوسين من بطش الاحتلال المغربي ووصلوا المخيمة تندوف. فتعتبر هذه المخيمات هي مخيمات لاجئين، ممنوع على أنه يجي حد ما هو جاي من الصحراء الغربية الساقي الحمراء وادي الذهب. فالغريب والعجيب جوها تندوفيين ما عندهمش علاقة نهائيا بالمستعمرة الإسبانية سابقا ساكنين. هاد التندوفيين اللي ساكنين في مخيمات تندوف واللي قلنا ما عندهمش حق يسكنوا في مخيمات تندوف، سبب استقرارهم في مخيمات تندوف هو فقط أنهم يستافدوا من المساعدات والامتيازات والحقوق اللي كتعطى ولا خصيصة ما يسمى اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، مع العلم لأنه تندوفيين جزائريين عندهم ديارهم في التندوف وعندهم خيامهم في مخيمات، وهذا الخيام في مخيمات تندوف فقط للاستفادة من المساعدات اللي كتعطى لساكنة مخيمات تندوف بصفتهم لاجئين. حتى قياديين ومسؤولي البوليزارو تغير عدد كبير منهم، اليوم كنجبروا عدد كبير من قياديين ومسؤولي البوليزارو ومدراء مؤسسات البوليزارو اغلبيتهم كينحدروا من تندوف، وبالتالي عادوا منحازين تندوفيين ابناء عمومتهم، بل اكثر من هذا كيسلطوا عنصريه مقيته على اهل الساقي الحمراء وادي الذهب واهل الساحل على وجه الخصوص. اليوم هذا الاعتقال وهذه المشاكل وهذه الخلافات اللي وقعت في مخيمه تندوف هي بالاساس انتقاميه من الحاج بارك الله، السكرتير الاول لحركه صحراويون من اجل السلام، واللي كتعتبروا البوليزارو بين قوسين خائن ومعتبرينه عدو. نسمعوا بعض التسريبات، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بمر من الواليه واعطى تعليمات للوكيل، الوكيل يصدر اوامره لفرقه الدرك اللي تابعه للرابوني، وتم توقيف البخاري ابراهيم السالم احمد الحمير وتوفير الحمايه للعائله اللي جايه من التندوف ولين تكمل بنايه. هون هذه اجراءات قانونيه وعدله تناقش يقال القريب في الامر هو كلام الواليه اللي قالت الخيمه التندوف جايه منها، قالت لهم هم الحمير قاعد شنو هم، قالت لهم اخوي ما معروف من منين جاي. زين انا نبقى هون نسوى للواليه من منين جاي البخاري اللي مسمي عليه الجبهه معتمرها 16، ومنين جاي احمد اللي فنى عمره فما تياها في نسول دايره سابق تظهر هي قاعد الوجود، ومنين جاي ابراهيم السالم اللي فم حالا
وفي عمره في نقل في البوليزاريو، ومن منين جاي سالم اللي مجروح كان مقاتل ودقدق ساقو ورجع وتم في التعليم إلين مات به المرض. فهم؟ ومنين جاي الحاج اللي انشر البوليزاريو فراش أحمر في مدريد بعد من انتصاراتهم إسبانيا 86، وتنسيقاته هو رجع لهم المكتب اللي فهم من منين جاي. هاي العائلة كاملة يالتها تسول من منين جاي، أول عاد ما تعرف الوالية من منين جاية، نعرفوها نحن اللي كانوا عسكر مع أباتنا وجدودنا والدهم، ونعرفوها نحن اللي كانت تربية وخلق معانا في نفس المنطقة، ونعرفوها نحن اللي ما لنا له أماء، ونعرفوا عن ذيك العائلة طيبة، ويعرفوها أهل الساحل اللي ذيك العائلة منهم. والله والله ما أني شايفان على الوالية قاع إلى درجة بعيد هذا التساؤل، نقول الآن مدال لا من طول رجلينا، لا من طول رجلينا رجليها للساحل اللي لاحوهم في ذيك الأرض اللي عاد يسول قاع احنا من منين جايين، توما من منين جايين قاع وشن هومو. وهذا هو اللي قطقلنا على البوليزياري بلا يتحول إلى عصابات انتقام بقد النظر عن اللي باذل رقاج في هذاك في هذاك المشروع اللي قال له مشروع البوليزياري، لا يخلق الانتقام منك. احنا ما فينا حد قط بذل أكثر من اللي بذل البخاري، ولا فينا حد بذل أكثر من اللي بذل سالم اللي تم من في المعركة إلى قاس معركة ثانية، معركة محاربة الجهل، ولا فينا حد له يزقل بذل أكثر من اللي بذل بوهم أحمد اللي جا ولا جا جايبوا الفقر، ولا جا جايبوا الجوع، ولا جا جايبوا الويل لفريقات الحمادة. جاي كان سرخين تطالع فيري ومستقبله ومستقبل أولاده، ولا جي ولا جاو بهم الجهل، جاو في ذاك الزمن اللي ذاك هو مستوياتهم التعليمية تعرفهم كاملين. بالتالي نستسمح من الولاية من الوالية على لا لا بينا طول الرزل، لا بيهم هم طول الرزل، أما رجع ما يجوها في ترابها إلين تعود تقدم عليهم متوخر. أخوي ما منه للتندوف وأمه جاية من البيض، يكش حكارت ما رقنا فيك. إذن يا أهل الساحل قاطبة اليوم أهل الحمير، والصبح أهل العالم، ونهار ثاني أهل البراي، ونهار لورا ذاك أهل بريكة، ونهار لورا ذاك أهل سيدي موسى، ونهار لورا ذاك أهل الساحل قاطبة. لا هي جايتكم هذه الرواية لا يتقصكم، لا يتقصكم، ومن فمن يجي له البنباري، ومن فمن يجي له لا يجي له البوسيف، ومن فما تياه لا يجي له السواحد قاطبة، ولا يجي لأولاد موسى، ولا يجي لأولاد داود، ولا يجي لسكارنا، ولا يجي لأولاد عبد الواحد، ولا يجي ولا يجي لبارك الله، ولا يجي لقبائل تكنا اللي موجودة فهم أي تحسن وزرقيين ويقوت ويتوس كامل اللي جايكم، الدبوس اللي خبطته جايتكم كاملين. هذا هو حال البوليزاريو، وهذا هو اللي عرفنا في البوليزاريو. هذا ما يقدر كذا بنحط فيه، لأنه البوليزاريو احنا نقولوه البوليزاريو تجسده يوميا. تالي يا أهل الساحل قاطبة جاي دوركم، وليتوا صفاوا وتمرقوا من ذيك الأرض بذي الطريقة اللي ذي هي.